بالنهوض بالمهام المنوطة بالإدارة والتي يأتي ضمن أحد أولوياتها التفاعل مع كافة التطورات المجتمعية والتأكيد على إعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان. وأنا أتوجه إليهم بالشكر على مقترح إقامة تلك الندوة التي نحن بصددها. كما أحب أن أشير إلى ذات الدأب لمدير وضباط الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بالقطاع الذين بادروا بالتفاعل مع صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أطر التعامل مع القانون ولائحته التنفيذية. الحضور الكريم، لا شك أن كل شخص أصابه نوع من الإعاقة يمتلك بداخله طاقات إبداعية كبيرة تحتاج منا التقدير والدعم. ومن هنا فإن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 يسهم بصورة فعالة في إعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة كأحد أهم لبنات بناء مجتمع صحي متلاحم. كما أن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة شأنه شأن أي تمييز يعد انتهاكا للكرامة الإنسانية، وهو ما يتطلب منا جميعا مزيدا من التعاون والتنسيق من أجل تقديم الدعم والمساندة لكل إنسان تعرض لأي نوع من أنواع الإعاقة حتى يمكنه طهر تلك الإعاقة وتحويلها لتصبح حافزا لخلق الإبداعات وتحقيق الإنجازات. وتأكيدا على توجهات الدولة المصرية للحرص على حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة، فقد قامت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2008، كما نص الدستور عام 2014 لمشاركة المجلس القومي لشؤون الإعاقة على بعض المواد التي تعلي من شأن ذوي الإعاقة